مساحتنا الثانية كمان خصصناها مشاهدينا للطفولة لنحكي عن موضوع بهم كثير من الأهالي بالفترة يلي بيبدأ فيها طفلهم بالنطق أو الكلام. بنشوف أنه أطفال طليقين بالكلام والحكي، بينما بالمقابل أطفال ما عندهم حكيت عندهم تأخر بالنطق. هون بيجي دور الأهل المهم وبيجي خوفهم وقلقهم من هذا الموضوع. فقديش مهم هذا الموضوع يا نرمين؟ صحيح هايدي، كلياتنا بنتذكر أنه بفترة عمرية كان عندنا هيك كلمات أكيد. الأهل يضحكوا فيها انه نحن ما بنعرف نلفظها صح، ولحتى نكبر من بضلوا يذكرونا فيها، ولكن في حالات هي ما بتكون يعني حاله لطيفه، هي بتكون حاله مرضيه. صحيح. الاهل لازم يستنفروا اكثر لحتى يقدروا يعالجوا مشكله عن طفلهم. اكيد. لحتى نعرف اكثر تفاصيل عن هذا الموضوع بيسعدنا انه تكون معنا اخصائيه تقويم الكلام واللغه منال احمد السليمه. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نعرف مفهوم التأتأة. هلا التأتأة هي نوع من انواع اضطرابات الكلام، هي عبارة عن مشكلة في تدفق أو انسياب الهواء أثناء الكلام، بتظهر عنا عن طريق احتباسات أو توقفات أو تكرارات، وعنا أعراض ثانوية ممكن تظهر مع التأتأة، هي ممكن رفرفة العيون، توتر هاي المنطقة أنه يشد الطفل وقت يكون عم يحكي، العبوس أو شد بجسمه. طيب خلينا نحكي اليوم عن سبب حدوث التأتأة، هل هو ممكن يكون عامل نفسي أو لا له منشأ خلقي؟ تمام. هلا للأمانة إنه نحن ما في سبب واضح للتأتأة لحد الآن، بس أحيانا نحن بنعزيها لعدة أسباب، منها الوراثة. يعني أحيانا نحن إذا عندنا حدا بالعيلة بتأتأة وراثية ممكن تكون، بس هي عامل كتير ضعيف. بس احيانا يعني انا بنظري انه مثلا اذا الاب او الام بيتأتأ والطفل ممكن يكتسبه اكتساب، يعني هي ما بتكون مشكله بالجينات او شيء، يعني شاف امه عم تأتأ فهو اكتسبها، مثل الوقت بنكتسب لهجه بس بتكون هيك. فنحن بنعزي يعني بعامل كثير بسيط انه للوراثه. العامل الاكبر اللي انا بشوفه بالتأتأة هو العامل النفسي، ممكن اذا تعرض الطفل لاي موقف خوف هلع قلق. عنا احيانا الاطفال بيتأتأوا قدام الانسه، قدام الاب، قدام الاب الاشخاص اللي بيخافوا منهم. عنا عوامل اجتماعيه مثل العائله اللي فيها كثير توتر، الام العصبيه بتسبب تأتأة عند ابنها، البيت المشحون، البيئه هي اللي بتضل فيها هي القصص فبتسبب تأتأة عند الاطفال. وعنا عوامل عصبيه مثل الاصابات الدماغيه، النزيف الدماغي والضربات اللي احيانا بيتعرض عليها الطفل او الاشخاص الكبار بالدماغ. يعني قبل الهوا كنت عم تخبرينا انه التلعثم والتأتأة بتختلف عن تأخر النطق عند الطفل، خبرينا عن الفرق بيناتهم. تمام. هلا تأخر النطق الطفل احيانا ما بيكون بيعرف شو بده يحكي او ما عرفان هي الجمله شو او كيف بده يحكيها، اما التأتأة هو الطفل بيعرف شو بده يحكي بس عنده مشكله وقت اللي بده يحكيها. بده يحكي كاسه، هو بيعرف انه هي كاسه بس بده يحكيها عم بيقول كا 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 كاسه، عم بيعيد مقطع او عم بيعيد حرف كا 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 كاسه، او مثلا سياره عندي اطاله سيارة. ممكن يقول يعيد كلمة كاملة، مثلا بده يقول ايه بعيدة أكثر من مرة، ايه 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 بعدين يكمل جملته. أما وقت التأخر النطق هو ما عرفان إنه هي كاسة أصلا، أو عنده مثلا بيقولها كاتة أو تاسة، هاي بنسميه تأخر النطق. يعني بحرف ممكن معين بحرف أو ما بيعرفها أصلا شو اسمها، ممكن يغير اسمها تماما عن الكاسة. أما التأتأة هو عرفان هي شو، عرفان شو بده يحكي بس عندنا هي القصص. تمام. منال قديش بنشوف حالات عند الأهل اليوم بيتعاملوا مع طريقة التأتأة بطريقة ما سليمة؟ يعني ممكن بحالات معينة إذا الطفل كان عم يبكي أو عم يعصب روحه بيقلدوه أنه أنت ليه كيف عم تحكي بطريقة مزعجة، أو حتى مثلا بيكون بجمعات معينة بيصيروا بيضحكوا هنا على أساس أنه عم يأخذوا الموضوع ببساطة، قديش هذا الشيء مؤذي للطفل؟ دور الأهل هو دائما الدور الأكبر للأهل بعلاج أي مشكلة عند الأطفال وحدوث أي مشكلة عند الأطفال. فهلا أنا وقت اللي عندي طفل بتأتأ أنا كأم لازم استوعبه، لازم أعطيه مساحة لحتى يحكي واعطيه وقت لحتى يحكي. احيانا الام وقت ابنها عم بتأتأ يلا احكي منيح، ليش هيك عم تحكي، ليش هيك عم تقول، انت مانك صغير، فيعني عم تسبب عنده مشكله. احيانا الطفل بيصير عنده انسحاب انه انا ما بدي احكي، انا بتأتأ، انا عندي مشكله، انا ما راح احكي. فهي الام يعني او الاهل بشكل عام او البيئه المحيطه بالطفل ككل، وقت بيصير تنمر على الطفل وقت اللي بيحكي بتلاقي في اطفال بيصيروا يقلدوه انه هو هيك بيحكي، فالطفل عن جد بيصير عنده انسحاب، بيصير عنده خوف انه انا عندي مشكله وانا العالم عم تتنمر علي فانا ما بدي احكي. فنحن دائما بنوجه الاهل انه انت لازم تتقبلي طفلك باي مشكله هو عم بيعاني منها، انت لازم تكوني الداعم الاكبر، حتى لو ابنك بيحكي هيك هي مشكله لها حل، فانا رح ادور على الحل، ما رح اقعد لوم الطفل، هو يعني اكيد ما انا واعي للشيء اللي هو عم يعمله.
فانت بدك تكوني الداعم الاكبر لطفلك وتتقبليه وتعطيه وقت لحتى يعرف يحكي وتسمعي، تكوني المنصت الاكبر. هلا دائما نحن بنقول انه التأتأة تقع في اذان الاباء قبل افواه الابناء، انه الاهل يعني بحسوا بالمشكله وبيعملوا المشكله وبيكبروها للمشكله قبل الطفل ما يكون واعي هو شو عنده. طيب احيانا الطفل بيكون نطقه سليم، كلامه وكل شيء، طيب ليش بتحصل فجاه التأتأة؟ شو السبب؟ هلا احيانا نحن مثل ما قلنا ممكن نحن، هلا انا كثير اطفال وقت اللي بيجوا لعندي وقت اللي بنرجع للتاريخ امتى ظهرت التأتأة عندهم، ولا ظهرت بعمر 5 سنين أو 6 سنين، طب كان في حادث معين، ايه مثلا صار عندنا حريق بالبيت، صار عندنا وفاه، صار عندنا الطفل مثلا بالمدرسه الانسه كثير عصبيه فهو صار يخاف من الانسه، فوقت يجي يسمع او يكون بالصف هو بتأتأ، يعني بيكون عندي موقف واكثر المواقف هي عم تكون شيء نفسي. تمام. فبتظهر عندنا التأتأة. طيب خلينا نحكي عن، انت حكيتي عن ظهور التأتأة بنتيجه سبب معين، في شريحه عمريه يعني بيكون يعني مثلا 3 سنين 5 سنين او اكثر موضوع التأتأة عندها ظاهر بشكل اوضح؟ تمام. هلا نحن عندنا انواع للتأتأة اللي فيني اعزيها انا لتأتأة طبيعيه او تطوريه اللي هي بتكون قبل عمر 5 سنين، يعني الطفل عم يطور كلامه فبصير عنده هي التأتأة، هو لسه ما عم يعرف يرتب جمله او تنفسه لسه مو صحيح، فهو بتصير عنده هي التأتأة اللي هي نحن ما بنخاف منها وما بتكون بحاجه لعلاج، هو الطفل رح يعني تطوره الطبيعي رح تروح، غير اذا كان عندنا بين قوسين هي الحركات الثانويه نحن بنسميها، اذا الطفل وقت اللي بتأتأ بهذا العمر قبل ال5 سنوات إذا كان عنده حالات الشد، حالات العبوس، الكزع على الأسنان، هون بصير بده تدخل أخصائي النطق. أما إذا كانت بدون هاي القصص بس عم يتأتأ وقت يحكي فهي بتكون طبيعية قبل 5 سنين. بعد 5 سنين هي هون بتكون نحن بنسميها التأتأة المكتسبة وهي بحاجة علاج وتدخل أخصائي النطق. طيب بعض الأطفال من صغرهم يعني أهاليهم بيمحوا لهم شخصيتهم، ممنوع تحكي هيك، ممنوع تتدخل، فهذا الشيء ممكن يأثر عليهم على ثقتهم بحالهم، بسبب لهم خجل توحد، فقديش هون ضروري مهم الأهل لحتى يعززوا ثقة الأطفال بحالهم؟ تمام. مثل قبل شوي ما حكيت أنه الأهل هن دائما بيكونوا يا الداعم الأكبر يا المؤثر الأكبر بالشيء، يعني موجود هيك حالات؟ طبعا. يعني هلا الطفل أول ما بيربى هو بيربى بالعائلة، هي اللي بتكون الداعم له بأي إنجاز هو عم يعمله، وبتكون هي المثبت له بأي شيء كمان عم يعمله. يعني انا وقت ابني عم يحكي انه ماما انت لا تتدخل بحديث الكبار، هلا في اوقات انه ممنوع الطفل يتدخل بحديث الكبار، بس انا ماني مضطره قدام الكل انه سكت ابني. او مثلا انا ابني عم يحكي وبده شويه وقت لحتى يعطيني الفكره اللي هو يوصلها، بس انا مشغوله ماني فاضيه اسمعه، فانا انه ماما يلا بسرعه انا ماني فاضيه اسمعك. لانه انا بتمنى انه يعني من كل الامهات تعطي اطفالها وقت، تعطيهم تسمعهم منيح، تتجاوب معهم. يعني انا في احيانا كثير بيحكي الطفل السيره والام ابدا ما أنا معه، فهو هون يعني ثقته بنفسه قلت. فدايما الاهل هنا الداعم الاكبر للطفل بثقته لحتى يتخطوا اي مشكله عندهم. طيب خلينا نحكي كمان اليوم عن المواضيع اللي بتسبب تفاقم حاله التأتأة عند الطفل، ومنها يمكن هي الاجهزه الالكترونيه، كثير بنشوف تطبيقات بيكون مثلا شكل من اشكال افلام الكرتون، الطفل بيحكي قدامه اي كلمه هو بيرجع بعيدها، او حتى العاب، يعني هي الصباره الراقصه يمكن اكثر شيء انتشرت بالفتره الاخيره، هي الالعاب او هي الاجهزه الالكترونيه اليوم قديش ممكن تسبب تفاقم بالحاله؟ هلا نحن دائما بنوجه الاهل انه قبل عمر سنه لسنتين ممنوع الاجهزه الالكترونيه، واذا كان لابد انا بدي اعطي ابني شيء فهو راح يكون بوقت قصير وتحت اشراف الاهل، انا ما فيني اعطي ابني الموبايل واقول له يلا روح اقعد بالساعه والساعتين وهو ما في صوت بشري عم يسمعه، ما في حدا عم يساله شو عم تشوف شو عم تسمع، يرجع يعد له الحكي. هلا هي ما بتاثر على التأتأة هي الاجهزه او الالعاب الالكترونيه او مثل هدول الالعاب اللي بتعيد، يمكن لما عم يتردد صوت الطفل نفسه، يعني هو عم يتأتأ فعم يسمع مثلا هذا اللعبه عم ترجع تعيد نفس التأتأة تبعيته، ما بتترسخ اكثر بذهنه؟ لا الموضوع. لا لانه هلا نحن التأتأة وقت انا عم اقول، يعني نحن وقت بدنا نعلم الولد اي كلمه انا بقول له قول بابا، فهو بيرجع بعيدها كبابا، هو عم يكتسب كلمات، بس نحن الفكره انه انا وقت بعطي ابني الساعه والساعتين ماسك الموبايل وقاعد، انا ابني ما عم يسمعني انا شو عم بحكي، ما عم يتجاوب، او هو قاعد بمكان بعالمه الخاص، ما في هذا الحدا اللي انه شو عم تشوف شو عم يعملوا شو عم بكذا لحتى نمي له لغته. هاي الاجهزه بتسبب عنا التاخر اللغوي، يعني احنا كثير بنلاحظ الاطفال وقت بيصيروا بعمر 3 سنين و4 سنين اللي كثير بيمسكوا هاي الاجهزه عم يصير عندهم تاخر لغوي. فنحن دائما بنقول انه تحت رقابه الاهل وبوقت محدد مو اكثر من ساعه باليوم. طيب من هاليوم قديش بتاثر التأتأة على المستوى التعليمي على القراءه عند الاطفال بالمدارس؟
هلا نحن من خلال العلاج نحن بنستخدم القراءة بس هي بتسبب انه الطفل ممكن وقت يكون عندهم اي حصة او اي تسميع هو ما بده يسمع، هو ما بده يقوم قدام رفقاته يقرا مشان التنمر اللي بده يصير عليه، يعني بيصير عنده الطفل تراجع اكثر ما انه ياثر على قراءته. هلا وقت اللي يقرا نحن بنبلش معه بهذا العامل، فلهيك انه هي كتاثير على القراءه لا ما بتاثر على القراءه بس بتاثر على شخصيه الطفل، على ضعف عنده، بيصير عنده وقت اللي بيتنمروا عليه صار عنده قله ثقه بنفسه، ما عاد انا بدي اجاوب، انا بعرف الجواب بس انا ما راح ارفع ايدي لانه ممكن انا تأتأ فراح يتنمروا علي رفقاتي، يعني بيزيد التنمر بهي تمام الحالة. يعني بتصير العامل النفسي بيلعب دور اكبر. هلا نحن كثير بنحفز وقت يكون عندنا اي حاله تأتأة انه الدعم النفسي ان كان للاطفال او للكبار. طيب خلينا نروح او ننتقل لموضوع العلاج بشكل مفصل. بدايه في علاج دوائي لموضوع التأتأة؟ لا ابدا، نحن العلاج للتأتأة هو علاج سلوكي بحت، ابدا ما في ادويه بتعالج التأتأة. كيف بتبداوا مع الطفل من وين؟ هلا نحن بدايه وقت بيجي الطفل بنعمل له تقييم لحتى نشوف شده التأتأة، لانه نحن التأتأة بتتراوح بين خفيف متوسط لشديد. العلاج للاطفال بيختلف عن العلاج الكبار ببعض التقنيات والاستراتيجيات. هلا بنبلش بداية مع الكبار او الاطفال بتنظيم التنفس لانه هو العامل الاهم بانسيابية الكلام. نحن بنقوي التنفس عند الطفل، بنعلمه التنفس الصحيح انه رح ياخذ شهيق وزفير، شهيق من الانف وزفير من التم، ويبلش يحكي. نحن بنبلش مثلا اذا الطفل على مستوى الكلمة انه نحن رح ناخذ تنفس منيح ورح نبلش نحكي بكلمة، بعدين بنطولها لكلمتين، بعدين لثلاث كلمات، بعدين بنصير نحكي جملة. ممكن الايقاع انه انا وقت الطفل بيحكي بسرعه فهو ببلش يتأتأ، فانا راح اعطيك مثلا بدنا نحكي جمله من ثلاث كلمات، انا راح اعطيك عده بس اقول لك بس اشر لك هاي الاشاره راح تقول لي كلمه، بس اعطيك الاشاره الثانيه راح تقول لي الكلمه الثانيه، الاشاره الثالثه راح تقول لي الكلمه الثالثه. فهون الطفل تعلم يحكي ببطء لانه وقت يسرع بالحكي ونفسه قصير ما راح يقدر يكمل. بنطلب من الطفل انه نحن قبل ما بدنا نحكي بدنا نحط الجمله بعقلنا بعدين نبلش نحكيها. يعني في تمارين معينه للتأتأة، شو العوامل المحفزه اللي ممكن نحن نساويها بيومنا مع الطفل مشان يتخلص من التأتأة؟ تماما، اولا تقبل الطفل، يعني انا كاهل او كاخصائي انا بدي اتقبل الطفل. رح نبلش بتنظيم التنفس وقت اللي امي رح تكون عم تتعامل معه انه ماما ما عليه تعيد الجمله على مهلك وشوي شوي لانه انا ما فهمت عليك، انت وقت بتحكي بسرعه انا ما بفهم عليك كلامك. فهون الطفل رح يعيد كلامه ورح يفكر قبل بكلامه. وقت اللي بحس الطفل بلش يتأتأ انه ماما ما علينا ناخذ نفس ونكمل حديثنا، ما في داعي نكمل حديثنا ونحن مو قدرانين نكمله. طيب خلينا نحكي ايضا اليوم عن سلوكيات ممكن الاهل يتبعوها بالبيت غير الاخصائي. اليوم اكيد انتم بتعطوا الاهل مثلا تمارين معينه او نوع من العلاج السلوكي اللي هم ممكن يكفوا معه بالمنزل، خلينا كمان نضوي على بعض. تمام، هلا نحن دائما بتكون وقت الجلسات الام او الاب موجودين مشان يشوفوا اي شيء نحن عم نستخدمه بجلسه هو لازم يعمم بالبيت، لانه نحن الجلسه يعني رح تكون وقت مانو كافي يمكن. تماما، يعني انت بدك تسيطري على التأتأة بكل مواقفها، لانه هلا نحن ممكن التأتأة تظهر بالمدرسه ما بتظهر بالبيت لانه الخوف مثلا من الانسه او الخوف من تنمر الاطفال، ممكن تظهر قدام الاب، ممكن تظهر بوقت يكون في غرباء، فانا بدي يصير عممها. يعني انا ببلش بالجلسه بهي التمارين، انت ماما بدك تشتغلي بهذا الشيء بالبيت. بنصير نحن نحاول نطلع الطفل مثلا اذا الطفل بخاف من مجموعه اطفال وقت يكون بين مجموعه اطفال ما بيعرف يسيطر على التأتأة، فنحن بنصير نحاول نجيب هدول الاطفال ونعمل جلسه جماعيه لكل الاطفال لحتى يتخلصوا من التأتأة ويعمم لبرا. تمام. ممكن يكون في مشاكل جسميه بتشيل الاعراض، يعني ممكن شكل الاسنان غير صحيه، غير ما نو يعني ما في نمو كامل، في انشقاق بالحلق، اي شيء ممكن يؤدي للتأتأة او ما يصير في كلام لا بشكل صحيح. ما بياثروا على التأتأة، ما رح ياثروا، بياثروا على تاخر نطق. يعني وقت بيكون عندي اي مشاكل باعضاء النطق او شق بالشفه او سقف الحلق فهون بتاثر على النطق ما بتاثر على التأتأة. بس المشاكل هلا نحن وقت بيكون الطفل شادد كمان بنعلمه فنيه الاسترخاء، انه انت يعني في اطفال بتكز على اسنانه، يعني ما في مشاكل جسميه لا ابدا، بالتأتأة العصبيه اللي هي مرتبطه بمشاكل الدماغ واصابات الدماغ. طب اذا بدنا نحكي عن موضوع التأتأة، في حالات اليوم كونك انت عم تدرجي حالات التأتأة، في حالات اليوم يعني ما بتوصل لمرحله الشفاء التام؟ هلا للامانه هي التأتأة ما بتشفى 100%، نحن شفاء التأتأة هي 90%، بس نحن بنصير مثل ما بيقولوا نتأتأ بسلاسة.
يعني الطفل بيقدر او الشخص البالغ، نحن عندنا اشخاص بالغين بتأتئوا، بصير الا تأتأة مقنعه، هو بتأتئ بس بيعرف انا في كلمه معينه بتأتئ فيها، انا وقت بدي اقول ما بعرف بتأتئ فيها، فانا بصير بحاول الاقي كلمه بديله، ما في داعي انا اقولها لهي الكلمه. انا عندي تأتأة بكلمات معينه ما بلفظها، بنصير مثل ما بيقولوا التفاف على المعنى، بلاقي كلمه بديله انا ما بتأتئ فيها. في كلمات مثلا، في اشخاص وقت اللي بدها تقول حرف التاء بتأتئ باي كلمه ببلش فيها التاء بتأتئ، فانا بصير مثلا باخذ نفس بتنهد وببلش، فانا هون ضفت صوت الاه على الكلمه، فهون انا ما بتأتئ بحرف التاء لانه صار هو بوسط الكلمه. فنحن هي بنسميها تأتأة مقنعه، نحن بنعلمه استراتيجيات ليلتفع التأتأة. اما شفاء 100% فهي يعني احيانا وقت بترجع نفس الاحداث اذا كان السبب نفسي ترجع التأتأة، اذا ما الشخص هو قادر انه يراجع حاله ويسيطر على التأتأة. تمام، كنا عم نحكي عن أهمية دور الأهل لحتى يتخلصوا أولادهم من التأتأة. طيب ممكن يكون في دورات خارجية بتساعد الأطفال بتدربهم لحتى يتخلصوا من هي المشكلة؟ الأهل ولا الأطفال؟ غير الأهل، غير الأهل، إنه هن أكيد بيساعدوا أطفالهم لحتى يدربون. تمام، إنه ممكن يكون في دورات خارجية أشخاص مختصين بالموضوع يساعدوا هدول الأطفال؟ هلا نحن مثل ما قلت لك أنا وقت بتكون التأتأة نفسية أنا بفضل يكون في حلقات دعم نفسي للطفل عشان زيادة ثقته بنفسه. ممكن أخصائي نفسي يعني يشوف تماما في عمر معين؟ لا كل الاعمار. هلا انا وقت الطفل عمره 5 سنين وعنده خجل، فهو هذا الخجل مثلا عم يتأتأ وقت اللي بده يحكي قدام الجمهور، فانا وقت اللي بعالج الخجل عنده فانا عالجت 90% من المشكله التأتأة. دور الاهل يعني الداعم النفسي، يعني حتى الاهل نحن بنساعدهم انه دعم نفسي لهم، بنساعدهم انه يتقبلوا الطفل وقت اللي بيتأتأ ويسمعوا منيح. طيب يمكن او عم تركزي خلال حديثك انه علاج التأتأة هو بجزء كثير كبير منه هو علاج نفسي، لما تذكري حلقات الدعم النفسي ممكن في اشخاص يعني وخصوصا بمرحله يعني هنن كبار شوي حابين يتخلصوا من موضوع التأتأة، يعني هنن يكونوا مثل عم يساعدوا حالهم، يعني هنن عرفانين المشكله وحابين هنن يعني يسيطروا على هذا الموضوع، في تمارين معينه انتم بتنصحوا فيها انه للشخص هو بذاته مثلا يقوم فيها بالبيت قدام المرايه؟ هلا هي كل حاله هي حاله فرديه، نحن حسب الشخص وشو مشكلته وشو السبب اللي وصله لهي المشكله وحسب شده التأتأة. بس هلا كشيء معين نحن بنستخدم فنيه الاسترخاء، يعني انه بنعلم الشخص يسترخي لانه بيكون عنده شد، بيكون عنده توتر هون، بنعلمه انه ياخذ تنفس صحيح. كيف الاسترخاء بيصير؟ كلياتنا بنسترخاء بهذا الوقت. لا هذا حديث يا طول. بس هلا حسب نحن الشخص وين الشد عنده، اذا مثلا شد بالحنجره نحن بنعمل مساجات للحنجره. وقت بيكون شادد ايديه فنحن انه بدنا نسترخي. طيب اذا هو مثلا بمكان عام، يمكن كثير اذا هون عم بحكي انا عن فئه عمريه شوي كبيرة، يعني مثلا ممكن يكون بالجامعة بالمدرسة وعنده مثل نحن بنسميه استحقاق انه لازم يقدم برزنتيشن او صحيح. عنده تسميع او الى اخره، فبتبلش عنده حالة التأتأة، هون كيف ممكن يسيطر على حاله؟ كونه هون شوي كبير واعي. يعني نحن بنكون علمناه هي الفنيات، يعني مثل ما قلت لك نحن مثلا الشخص بيعاني من هي المشكلة قبل ما يكون قدام الجمهور نحن بنكون محضرينه نفسيا، انه انت وقت اللي بدك تكون قدام عم تقدم هذا البرزنتيشن انه انا ما في داعي اطلع بالجمهور، يعني انا بحس حالي خلص يعني مثل اول مره بتطلعي على التلفزيون انت كثير بتكوني متوتره وانه العالم عم تشوفني، فانا ما في داعي افكر بانه في حدا عم بيشوفني، انا عم بحكي معكم بس ما في حدا عم بيشوفني غيركم. تمام، فانا هون يعني ارتحت شوي انه انت بالنهايه بدك تقدمه وانت بدك تاخذ علامه، فنحن رح ناخذ تنفس منيح ورح نبلش نحكي وكانه ما في حدا موجود معنا ابدا. تمام، بما انه عم نحكي عن فئه عمريه كبيره بالعمر ممكن تسبب عندهم تأتأة، يعني تكون حاله نفسيه ممكن نتيجه صدمه عاطفيه احيانا؟ ما بعرف طبعا هلا نفسيا ايه بس يعني عاطفيا ما ممكن يعني تصيب الاشخاص الكبار بالعمر. تمام هلا كل هلا انا ما مرق علي انه حدا مشكله التأتأة كانت عنده نفسيه، بس يعني هي موجوده اكثر عند الاطفال لانه هي شيء لا هي موجوده بكل الاعمار. ممكن تصيب اعمار كبيره، في شخص بعرفه هو كان بالجامعه يعني واصل للجامعه وعنده التأتأة كانت شديده وهو بالجامعه ما بيرضى يحكي مع حدا وما عنده رفقات. ما عرفته السبب ليش؟ لا هلا للأمانة هو كان وضع العائلة كتير متوتر يعني هو الموضوع الأسرة كانت يعني الأسرة تماما. طيب خلينا نحكي اليوم عن نصائح اليوم ممكن توجهيها لكل الأهل يلي عندهم يمكن طفل عم بيعاني من هذا الموضوع موضوع التأتأة، شو بتنصحيهم؟ تقبل ثم التقبل ثم التقبل، أعطي طفلك الوقت الكافي لحتى تسمعي ودعمي، وإذا عنده أي مشكلة فلا تستني إنك ولا تخجل إنك تلجأ إلى أي هذا كأخصائي نفسي أو كأخصائي كلام ولغة. أكيد بدنا نشكرك كثير منال أحمد سليمة أخصائية تقويم الكلام واللغة، شكرا كثير لحضرتك. شكرا لكم.